عيوننا إليك ترحل كل يوم يا قدس، عيون مصليك وأهلك، كنائسك، أسوارك، طرقك العتيقة، كل ما فيك يا قدس ينادي، ينادي من حرم منك لتلبية النداء لزيارتك بعد الحرمان، لرؤيتك والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بعد فراق دام طويلا وطويلا. الحمد لله مصلي في الأقصى، بنديلك يا رب لجميع الأمة العربية. اليوم يعني الحمد لله داخل القدس اليوم بحبح للناس وسيع عليهم. دقائق قليلة تفصلهم عن لقاء طال انتظاره، لقاء المحبوب بمحبوبته. هي القدس، هي القبلة والحب والوطن. في هذا اليوم وفي الجمعة اليتيمة من شهر رمضان المبارك، يوم امتزجت فيه المشاعر واختلطت ما بين فرح اللقاء ومرارة الحزن والوداع لهذا الشهر الكريم. القدس ما بينوصف الإحساس فيه، بنفس الوقت هو آخر يوم بإمكاننا نفوت فيه الأقصى أو القدس. يمكن بتحسر الواحد إنه آخر فرصة له. في واحد ناقص شهر، ناقص أسبوع، ناقص هذا يوم ولا على الفاضي. فيش هذا وطلع الشباب رؤوسهم شايب بيض بيش. هذا عندي 38 سنة أنا، غير 37 39 وعلى الفاضي أقل من 40 بيوم بفوتوش. جموع حاشدة يملأ قلوبها الإيمان والشوق والتعطش للقاء المسجد الأقصى والصلاة فيه، غير مبالين بالسجان والمحتل الذي يراقب وينغص صف كل اللحظات الجميلة التي تفصل شعبا بأكمله عن قبلته ومثراه. أجواء من الفرح والسعادة ملأت قلوب المصلين الذين أتوا من كل الأقطاب ليصلوا في هذا اليوم المبارك في آخر جمعة من هذا الشهر الفضيل. لتلفزيون وطن رام يوسف، رام الله.